مع ساعات ظهر الأربعاء يعود الزائر الأبيض من جديد لزيارة الأراضي الفلسطينية بعد شهر من مغادرته مع العاصفة الأخيرة، حيث تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر حتى الآن، توقع قابل للتغيير حيث تشير الخرائط الجوية إلى منخفض جوي عميق يصل البلاد مع ساعات يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء تتعرض البلاد لكتلة هوائية باردة من أصل قطبي، وتسقط الأمطار اعتبارا من ساعات مساء يوم الثلاثاء على المناطق الشمالية، ثم تمتد تدريجيا إلى باقي المناطق، وأيضا تسقط الثلوج بإذن الله في ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء حتى ظهيرة يوم الخميس الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، ولكن باقي المناطق التي تقل عن هذا الارتفاع تكون أمطار غزيرة، وخاصة على المناطق الشمالية للأراضي الفلسطينية. يستمر تساقط الأمطار أيضا حتى يوم السبت القادم بإذن الله، أمطار يوم الجمعة والسبت يستمر تساقط الأمطار ويستمر تأثير الكتلة الهوائية القطبية، لكن ينحصر تساقط الثلوج كما ذكرنا من مساء الأربعاء أو بعد ظهيرة الأربعاء حتى ظهيرة يوم الخميس. مع كل منخفض يتوقع أن يصل للبلاد تبدأ الاستعدادات وتفقد المستلزمات، فالمنخفض الماضي كان خير دليل، وما رفقه من استعدادات للمواطنين فاقت حجم التوقعات، إلى أن هذه المرة تبدو الاستعدادات مختلفة، وإن بقي يومين قبل موعد الأربعاء فحركة الأسواق عادية واستعدادات المواطنين كما اليومية. يعني بيحكوا في تلج بس تطلع الناس فيش مصاري، فيش اشي اللي تقعد تتحوج وتهيئ حاله للتلج ولا ابصر شو، فيش رواتب فيش اشي، كل واحد معه شوية مصاري صرفهم باليوم المنخفض الاول، بس المنخفض هذا الثاني فيش رواتب نازلة، يعني بدعوا انه بدها تنزل الرواتب. الله يعين الناس على حالها، يعني الواحد وضعه سيء والله يعلم بوضع الناس. علم عند الله الاشي، الله اعلم، أمر طبيعي يعني مش راح يغير إشي، استعدادنا عادي. المنخفض القطبي الذي سيستمر حتى يوم السبت حسب المختصين سيكون محملا بالأمطار الغزيرة والهطولات الثلجية التي تستمر ل 24 ساعة، وتكون على شكل هطولات متقطعة تشمل الأماكن المرتفعة حتى إعداد هذا التقرير. منخفض جوي قادم، والأنظار تتجه ليوم الأربعاء لوصول الزائر الأبيض، استعدادات بسيطة من قبل المواطنين وإرشادات متوقعة من قبل المختصين خوفا من الوقوع في أخطاء رافقت المواطنين خلال المنخفض الجوي السابق. لتلفزيون القدس، محمد العدام، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.